رعى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية حفل توزيع جائزة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لأسبوع الوئام العالمي بين الأديان 2019، والتي تقام سنويا تقديرا للجهود المبذولة في نشر الوئام بين أتباع مختلف الأديان. وسلم جلالته الشهادات والميداليات للفائزين بالجائزة المنبثقة عن مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، التي كان جلالته قد طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 وتم تبنيها بالإجماع. وفازت بالجائزة الأولى مبادرة كيب تاون من جنوب إفريقيا، التي تحتفل سنويا بفعالية الصلاة من أجل مدينتنا. وفازت بالجائزة الثانية لجنة حوار الأديان في روما، فيما فازت بالجائزة الثالثة مناصفة مبادرة الأديان المتحدة في البرازيل وحملة الوئام بين الأديان في سريلانكا.